فخلينا نتكلم عن اغرب القصص اللي جات لك وحكمتي فيها. تمام. وانا طبعا انا بقول دايما انا قاضيه، يعني انا طول عمري بقالي 15 سنه قاضيه على منصه القضاء، فانا حياديه يعني طبعًا. انا ولا مع ستات ولا مع رجاله ولا مع متهم ولا مع يعني المجني عليه. انا في الاخر انا بشوف قانون، بشوف احوال، حالات بتعامل معاها. قدامك ورقه بتتعاملي بالورقه اللي قدام حضرتك. يعني يمكن في الاسره مش ورق قوي زي الجنائي بالظبط، يعني انا كنت رئيسه محكمه جرح مستأنف. القاضي الجنائي عموما قاضي عقيده، يعني ممكن يعني الورق كله يبقى عندي بيقول ان المتهم ده مدان، ممكن انا احكم بالبراءه. يعني مش شرط انا في الاخر عقيدتي ايه، بصيرتي ايه، شايفه حقيقه الواقع ايه. فمش شرط خالص ان انا بالمستندات. المدني مستندات، ملكيات بقى وايجارات ومش عارفه، طبعا مستندات. لكن القاضي الجنائي لا، عقيده اكتر. القاضي الاسره بين الاثنين، يعني يميل الى المدني في احوال ان انا عندي اوراق، عندي وثيقه طلاق، عندي حاجات معينه، عندي تقارير اللي هي بتاعت الخبير النفسي والاجتماعي اللي بيحضر وجوبي في جلسات الاسره، دي تعتبر اوراق بص عليها، عندي خبير نفسي فدي اوراق. ولكن انا احب اتعامل مع البشر، يعني يمكن حتى على المنصه يعني يمكن ما فيش كلام قوي من القضاء، يعني احنا بنشوف اكتر، ولكن احب اشوف الزوج والزوجه مشاكلهم ايه، احب اعمل مساعي صلح حقيقيه. يعني حضرتك بنفسك اللي كنت بتعملي مساعي بجد؟ طبعا بنفسي، وبدي اجل، يعني في حاجه اسمها في اجراءات الاسره بدي اجل مثلا لاعاده اعلان والصلح، اعلان بالصلح لو في اولاد بنعمل صلح مرتين، ده قانونا، ده البروسيجرز بتاعت قانون الاسره، ان انا لو في اولاد بعمل صلح مرتين وبعلن. لو في قضايا الخلع في حكمين بيجوا يعملوا برضو مساعي صلح، يعملوا جلسه في مسجد، المفروض طبعا حكم من الاهليه وحكم من الاهل، بس طبعا المحكمه احنا كنا بنجيب حكمين منتدبين يروحوا يحاولوا يعملوا تصالح بين الزوج والزوجه. فكل دي بروسيجرز. الحكمين دول بيبقوا ناس اخصائيين نفسيين ولا شيوخ؟ لا، الحكمين بيبقوا شيوخ. غير الاخصائيين اللي بيحضروا الجلسه وجوبي زي جنايات الاحداث، فيها برضو اخصائيين، اخصائي نفسي واجتماعي بينزل يشوف حاله الحدث ده كانت عامله ازاي، المجرم ده ليه طلع مجرم. فكنا بنحب يبقى في الواقع، ما ينزلش يعني تقرير مكتبي، لا ينزل ويشوف الاسره عامله يعني ازاي. ممكن القضيه تنتهي في مكاتب التسويه قبل ما توصل لكم خالص يعني. ممكن طبعا، بس ده مش كتير. يعني مكتب التسويه بتاع الاسره ده طريق سلكه القانون المفروض يسلكه الراجل اللي بيرفع قضيه او الست اللي بترفع قضيه في الاسره، لان قضايا الاسره مش ستات بس. على فكره من اغرب القضايا اللي كانت يعني موجوده ان في راجل رفع قضيه طلاق، هو اللي رفع طلاق، هو اللي رفع، مع ان الراجل ليه ان هو يطلق. ليه بقى؟ قال انا مراتي بتضربني كل يوم وبتبهدلني، دي حقيقه، وبتضربني وكده، فانا برفع النهارده قضيه طلاق. طب ما طلقتهاش ليه؟ بيقول خايف، انا عايز هنا المحكمه تاخد يعني تعمل عدم تعرض. طب انت بقى في القضيه دي عملتوا ايه؟ لا لا، دي من القضايا اللي انت ما تقدريش تعملي فيها اي يعني ما تديش رياكشن، بس طبعا استغراب فظيع. فيعني حاولنا معاه، يعني بلاش تضربي الراجل، بلاش العنف ضد الرجل. فهو الحقيقه، طب انت جاي ترفع قضيه ليه؟ بيقول انا دي ست مفتريه الصراحه جدا، يعني جدا. لا على فكره في ستات، ما هو خايف يا عبير، هو خايف، اصل عبير بتقول ليه بيطلق، خايف، هو بيروح للمحكمه قال لهم خايف بالظبط. لا، وخايف كمان من حاجه تانية، بيقول انا النهارده لما هي ترفع مثلا قضيه او انا طلق غيابي، طب ما انا هيبقى في حقوق كتير قوي انا مش قد نفقاتها. يا حرام، يعني هو لو طلق غيابي هيدفع نفقه اللي هي العده، 3 شهور متعه، سنتين. كان عندهم اولاد بقى ولا كانش فيه اولاد؟ كان في اولاد، وهو زعلان ان هي بتضربه قدام الاولاد.